متابعات ومتابعي سكيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة مع محمد ياسين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما إن شاء الله بصحة جيدة. اليوم كنختار عليكم وصفة سهلة وفي نفس الوقت رائعة بزاف، دي مافينز بلا بات دو سبيكولوس ولا عجينة لوتوس، اللي كتعطي واحد المذاق زوين في هاد لي كيك واللي كيتوافق المذاق ديالها بزاف مع الإيجاز بعويد وكذلك تفاح. وصفة جربوها على حسابي وغادي تعجبكم بزاف إن شاء الله. إذن بلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله. وكيف جميع الوصفات ديال لي مافينز اللي درنا من قبل واللي بالمناسبة غادي تلقاوهم في تود اون بلاي ليست ديال وصفات المافين، غادي تلقاوها في القناة. غادي نخلطوا كيف دائما المقادير الجافة وحدها والمكونات السائلة وحدها. اذا غادي نبداو بالمقادير الجافة وغادي نغربلو كل من دقيق، لافاني، القرفة والخميرة الكيميائية، نغربلو الكل مزيان ونضيفو عليهم السكر الاسمر لاكاسوناد ونخلطو الكل مزيان. نسيت ما زدتش الملحة، غادي نضيفها ونكمل التخلاط ديالي فقط معلقة كبيرة. ملي نخلط الكل مزيان غادي نحطو على جنب وندوز المكونات السائلة. في ان بول غادي ندير البيض، اللبن، زيت نباتية ذات جودة عالية باش ما تطلق ليا حتى شي مذاق في هاد لي كيك، وفي الاخير غادي نزيد لاباط دو سبيكولوس، هاد لاباط اللي دابا ولات متوفرة وموجودة بكثرة في جميع المحلات والمتاجر. هادشي اللي خلاني نقترح عليكم هاد الوصفة. غادي نخلط الكل باستعمال طراب اليدوي ان فوي حتى جميع المكونات ديالي يتجانسوا مع بعضهم مزيان. غادي نجيب المقادير الجافة اللي غربلتها وخلطتها من قبل ونزيد عليها المكونات السائلة ونخلط فقط بأون ماغيز. غادي نخلط غير شوية ونحبس، لي مافينز ما كيبغيوش التخلاط بزاف. غادي نحبس ونزيد في الاخير خليط ديال التفاح والاجاص البعويد اللي قطعتهم رقاق بزاف باش يدخلوا في لو كيك بكل سهوله. تقدروا ديروا بحال اللي درت انا، خليط ديال التفاح مع الاجاص، ولا تقدروا ديروا التفاح بوحدو ولا تقدروا ديروا البعويد بوحدو، دونك اللي بغيتو ولا اللي متوفر عندكم. غادي نخلط فقط غير شويه وبهذا غادي نكون ساليت لاباغايا مافينز ديالي. غادي نفرق هاد لا بريباراسيون على لي 12 كيسات اللي عندي. هاد لي كيسات عندي شويه كبار ديال لي مافينز وغادي ندردر عليهم من الفوق اللوز مهرمش. تقدروا في بلاصه اللوز ديروا الكرامبل اللي استعملتو في العديد من الوصفات ديال لي كيك ولا لي مافينز، ولا تقدروا ديروا بحال اللي درت اليوم اللوز مهرمش. الا ما غادي ديروا لا كرامبل لا اللوز تقدروا تخليوهم سامبل وحتى هما غادي يجيو زوينين بزاف. ما بقى ليا غير ندخل لي مافينز ديالي الفران اللي خصو يكون سخون على درجه حراره 160 شالور ستاتيك لمده 40 دقيقه تقريبا على حسب الفران ديالكم. دائما نقلبوا واش لي كيك ديالنا طابو باستعمال الموس. لي مافينز بوم بوار سبيكولوس ولا تفاح بعويد ولا إيجاس وعجينة لوتوس كيجيو غاية في الروعة، منفوخين، ساهلين في التحضير ديالهم ومذاق ولا أروع. جربوهم وردوا عليا الخبر. ما بقى ليا غير نتمنى لكم شهية طيبة. نتمنى الوصفة ديال نهار اليوم تكون عجباتكم. نتلاقاكم ان شاء الله في وصفات قادمه. الا ما فهمتوش شي حاجه ولا عندكم شي سؤال مرحبا بالتعليق ديالكم. ما تنساوش تزوروا صفحات ياسكيك على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وكذلك تيك توك لمزيد من الصور لي فيديو والوصفات بطبيعه الحال. وفي الاخير وكيف كنقول لكم دائما، الا قدرت انا ندير الوصفه حتى نتوما تقدروا ديروها حتى حاجه ما صعيبه. تشاو.